هاي يا حلوين، كيفكم صبايا؟ الفيديو اليوم انا كثير متحمسه له، كثير مشتاقه اني اعمله، يلي هو انه رح نجرب حيل تيك توك سوا. في حيل جديده لايك مايند بلوينج، كثير عبالي اني اجربها انا وياكم. سو اذا حبيت الفكره كيب اون واتشينج، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وخلينا نبلش. بس قبل ما بلش حابه اخبركم عن ابلكيشن نزلتها عن جديد وكثير مغرومه فيها. الابلكيشن اسمها يانجو بلاي، والشعار تبعها يانجو بلاي شغل كل شيء. ليش؟ لانه في عليها افلام ومسلسلات والعاب. ابلكيشن سوبر ترفيهيه، بتلاقوا عليها كل شيء بدكم اياه، يعني اذا عبالكم افلام عربيه او اذا انتم بتحبوا الافلام التركيه او الانيمي او الافلام الانجليزيه، كل شيء موجود عليها. واكيد موجوده على اي او اس واندرويد وعلى السمارت تي في، وهذا كثير مهم لإلي لانه انا بحب اقعد بالليفنج روم واحضر على التي في تبعي. وغير هيك مدعومه من الذكاء الاصطناعي AI. سو في عندكم اسيستنت او فويس اسيستنت اسمها ياسمينة، بتقدروا اذا ما عبالكم تكتبوا تحكوا معها. واهم شيء جبت لكم اياه هو اللينك، موجود بالديسكربشن بوكس. بس تفوتوا على هذا اللينك رح تحصلوا على 60 يوم مجاني، فيكم تعطوه لاربع اشخاص. فوتوا على اللينك باول ديسكربشن بوكس وخبروني اي موفي عبالكم تحضروا. خلينا نبلش باول حيله لليوم. هيدي الحيله شفتها كثير كثير على السوشيال ميديا، خصوصي على تيك توك. هيدي هي، سو عم نستعمل ليبستيك وعم نحطه على كل شيء، عم نستعمله كبلاش، عم نستعمله كحمره، عم نستعمله ككونتورينج، عم نستعمله ككونتور للانف، كل شيء. كثير عبالي اني اجرب لانه النتيجه تبعهم عم تطلع حلوه، وانا صراحه بتوقع انه النتيجه تطلع كاني حرقه وجهي بالشمس بمناطق غريبه. خلينا نجرب، ما رح احكم من هلا. رح استعمل هيدا القلم الحمرة من شارلوت تيلبري، الشيد اسمه بيلو توك، الشيد كتير حلو لونه، سو بحس انه معقول يزبط شوي، يعني منه بينك منه احمر على القليلة. سو رح نبلش اول شي بالانف، ورح حط الليبستيك هيك باول الانف، ورح اعمل له كونتورينج من تحت ومن فوق بهالشكل، للجبين، فوق العين وبطلع شوي لبرا، وتحت العين. عم قلكم حطينا قلم الحمرة وين ما كان على الوجه، ما تركنا شيء. قد ايه حلو اذا بتزبط، قد ايه حلو اذا بنستعمل بس قلم حمرة لكل شيء. سو على الخدود محل ما بنحط البلاش، شايفين انا حاسه حالي من هلا مبينه مريضه. على الشفاف من فوق ومن تحت، واخيرا على الدقن. بنبلش ندمج باصبعنا، شايفين اللون على الخدود طالع كتير حلو، كتير خفيف. تنشوف الجبين، اللون كتير خفيف، حتى هي وعم تدمج بتحسوا انه اللون خفيف منه تقيل. اوكي ما كنت متوقعة. فوق العين، تحت العين. هلا ما تنسوا انه انا كمان مش حاطة شي على الوجه غير طبقة كتير خفيفة من الفاونديشن. خلينا نعمل الانف، اللي هيدا الانف مني كتير حاسة انه مش كتير ظابط. شايفين هو الانف حسسني اني مريضة عن جد، غير العيون. واخر شي الدقن، شايف شوي. سو هيدي النتيجة علي صراحة. هل يا ترى فينا نبقى هيك؟ مبينة اني بكياني لشبعانة. رح حط شوية كونسيلر وشوية ماسكارات نشوف اذا حتعطي فرق ام لا. سو مش رح كتر كتير كونسيلر، يعني نحنا بالنهاية بدنا اللوك يكون شوي ناتشرال. سو هيدي النتيجة صراحة أنا مش زعلانة أبدا من النتيجة. إذا أنتوا أشخاص بحبوا البلاش أولا، وتانيا بحبوا الدوين ميك اب، ما في إذا اسمه دوين، بليز صححولي إذا أنتوا بتعرفوا، بس هيدا الميك اب، هيدا هو. إذا أنتوا بتحبوا هيدا الميك اب فهيدي طريقة كتير ناتشرال إنه نعمل هيدا اللوك، وفينا نظهر فيها برات البيت، بس أكيد إنه بحاجة لكونسيلر وماسكارا على الاكيد. هيدي الهاك بعطيها 8/10. ننتقل لتاني حيله كمان لها خصه بالبلاش. هلا البلاش ضارب ضربته، هلا البيك تبع البلاش. كثير البراند عم يعملوا بلاشز، الوان جديده، ترندز جديده. هيدي الترند انا كثير لفتت لنظري لانه مستوحاه من غروب الشمس، سو اسمها سانست بلاش. خلينا نشوف الفيديو سوا. بنبلش ببلاش لونه اورنج، نرجع بنحط بلاش لونه
بينك مثل ألوان السانسيت، ندمجهم مع بعض، واللون اللي بيطلع بالنص اسمه كوراي، هذا اللون أنا كتير بحبه. هلأ هي رجعت أخذت جليتر باللون الذهبي، أنا ما رح أخذ جليتر ذهبي، عم فكر إني أخذ هايلايتر ذهبي وشوي نعمل اللوك قريب للطبيعة، يعني عن جد نقدر نحطه. فخلينا نجرب. هول البلاشز اللي عندي هون الأقرب شي للأورنج وللبينك، اثنيناتهم من ميد باي ميتشل. أول واحد رح نستعمله رح يكون Where's the SPF، مش أورنج قد ما هي كانت حاطة، شوي جاية على أحمر actually، بين أورنج وأحمر، بس نحنا بدنا الأورنج الأورنج. سو خلينا نشوف إذا بلاقي عندي شي تاني جاية على أصفر معقول إني أخلق لون أورنج، لأنه ما عندي هيدا اللون اللي حطته هي، كتير صعب، ما بعرف ليه هي اشترته أصفر. شوفوا شو صار، انا خلطت هول اللونين مع بعض وعطوني هيدا اللون الاورنج، هذا اقرب شيء ممكن انه نحصل عليه. سو رح احط هيدا اللون ورا مش قدام. واو اللون كتير غريب. رح نرجع نستعمل لون بينك ورح نحط اللون البينك قدام. وبي براش مثل ما هي عملت، بدي بلش اول شيء باللون البينك وشوي شوي اطلع لورا وادمج اللون الاورنج. جايز النتيجة بتعقد، اللون كتير حلو، شوي غير عن اللون اللي هي مستعملته، بعتقد ان هي مستعملة لون كتير اورنج. عرفت وين لقيه، انا رح اعملها زيتها. شوفوا شو عندي، عندي هول الالوان هن منهم بلاش بس اكيد فينا نستعملهم كبلاش، خصوصي هيدا من نيكس بروفيشنال ميك اب اسمها SFX كريم كولر، فيها الاورنج وفيها البينك. خلينا نجرب، رح اخد باصبعي اللون الاورنج رح احطه على ايدي هون، رح ارجع اخذ من اللون الاصفر اخلطه مع اللون الاورنج كرمال نحصل على الاورنج ذاته اللي هي استعملته يلي هو هيدا. رح اخذهم ورح جرب على تاني جهه. واو هيدا هو اللون اللي هي استعملته جايز، اورنج اورنج. اوكي لا غير نتيجه كليا رح تطلع، ورح ارجع احط من البلاش البينك من قدام. سو هول هن الالوان اللي بدنا ندمجهم، رح اخذ براش تاني نظيفه، رح بلش اول شي بالبينك وشوي شوي بالنص اخلطه مع الاورنج واطلع لفوق 100%. هيدا هو. واو جايز تدرج الالوان كتير حلو. واو وللهايلايتر الذهبي اللي هو بيمثل الشمس رح استعمل نيمف من هدى بيوتي، صار لي 100 سنه مش مستعملته، ورح احطه محل ما بحط الهايلايتر بالعادة. واو وهو لونه جاي بيرفكت. اوكي رح احط على هيدي الجهة وخبروني اي جهة اكتر شي حبيته. سو حبيته هيدي الجهة او هاي، انا حبيت هاي، حبيت هيدي لانه حسيت انه اللون الاورنج شوي خفف من حدية البينك اللي جاية بالنص، النتيجة كتير مختلفة وانا مع هيدي، والحيلة بتاخد 100%. الايلاينر هو مشكلة كل البنات وانا منكن، مش دايما بيزبط الايلاينر، فتيك توك طلع بحيلة جايز كتير قوية كتير promising معقول كتير تزبط. سو خلينا نشوفها سوا. بيزيكلي عم نستعمل حيلا شي مسطح بقلب loose powder وعم نرسم حدود الايلاينر اللي احنا بدنا اياها ونرجع نرسم الايلاينر، كتير ضروري نجربها. خلينا نجرب، عندي هون loose powder من هدى بيوتي وعندي هيدا الشي المسطح، حيلا شي ما ضروري يكون كتير كبير. سو رح اغطه هيك بالباودر واول شي رح اعمل خط. واو الخط كتير شارب، رح ارجع اعمل خط تاني هيك من نص العين وهيك منكون رسمنا حدود الايلاينر. هلا رح استعمل ايلاينر من الف اسمه H2O H2O proof liner ورح اتبع الخط اللي رسمته عليه تماما، رح ارسم. وهيك كون رسمت حدود الايلاينر، هلا رح مليه من جوا بهيدا الشكل. واو
والباقي من الباودر بكل بساطة نعمل له هيك تختفي. ورسمنا ايلاينر، هلا اكيد مقطوش شوي بس من قدام على طول الايلاينر كتير هادين. بكل بساطة تغمضوا عينكم وبتعملوا خط على القد، شفتوا؟ نرسم. كتير حبيت، بدي جرب اعمل تاني جهة اشوف اذا حتزبط على القد مثل ها ام لا. هيدا الخيفانة منه انه كل جهة تطلع شي وما نكون استفدنا. حطيت الباودر بتطلع دغري، برسم خط ومن نص العين برسم تاني خط. خلينا ارسم تشوف اذا طالعين مثل بعض. اوكي كل واحد شي، انا هيك حاسة او شو، بشيل الباودر الزيادة، كل واحد شي شوفوا بيتزبطوا. وبدي قلكم كيف فيني زبطهم. اولا هيدا كتير اطول من هيدا، تاخدوا انجل براش مثل هيدا مثل الواتر، تاخدوا شوي هيك وانا بدي رفعه شوي للخط، فبلش محي منه بكل بساطة جايز، وابدا ما بتغلطوا، بلش محي منه بكل بساطة. حسيته كتير طويل بقصره كتير احسن. هيدا هو، شايفين كان بده تعديل كتير بسيط. صراحة هيدا الحيلة كتير قوية، هيدا مني لألكن. اوكي تعرفوا شو، ما حاعطيها تقييم، جربوها انتو وانتو رح تعطوني تقييم، كتير سهلة. هلأ جربوها هيدا الحيلة، اذا زبطت صبايا رح بتغير لكم الميك اب، بتخلي لكم كل اللبسك اللي عندكم ياه يكون واتر بروف، ترانسفير بروف، ويضاين كتير على الشفاف. ولو هو اصلا مش هيك، خليني اخبركم عن هيدا الحيلة وعن هيدا الانفلونسر. جربت الحيلة اللي رح اخبركم عنها هلأ وزبطت معها، كتير حبتها وشاركتها مع متابعينا. بتقوم بتطلع انفلونسر تاني وبتكذبها وبتقلن لا جايز تعالوا شوفوا انا عم جربها ومش عم تزبط معي. اوه فاتت الدنيا ببعضها وبلشوا تحليل الشعر وهالاشياء. anyway بمزح، بدنا نجرب الحيلة نحنا لانه اللبستك اللي عم يستعملوه هو هيدا من فنتي وانا كتير كتير بحبه، بس صبايا ما بيضاين ابدا على الشفاف. رح جربه هلا على شفافي، اللون روعة ونفس اللون اللي هي عم تستعمله، ما في شي على شفافي ابدا. شوفوا واو، رح جرب اني اعمل مثله. اوكي لانه هي هيك عملت بس انا apparently ما بتزبط. اللي عملته هو حطت اللبستيك اول شيء، وكرمال فرجيكم انه هو ابدا ما بيضاين على الشفاف وبيبقع على الايدين. اللي عملته الانفلونسر هي اخذت كليناكس عملت هيك شالت، شوفوا رجعت اخذت سيتنج سبراي من وان سايز. انا ما عندي هذا السيتنج سبراي بس عندي افضل سيتنج سبراي موجود بالعالم اللي هو الاول نايتر من اربن ديكاي، ورشيت كتير منيح سيتنج سبراي على التم. رجعت عملت بالسشوار نشف، وهلا رح ناخذ كليناكس نظيفه. جايز بعده عمل ترانسفير بس مش قد قبل، شوفوا قبل وشوفوا هلا في فرق. قالكم كان لازم انطر اكثر، قالكم كان لازم احط طبقتين. جرب مره اخيره. واو شوفوا. اوكي سو اذا ما عندكم من وان سايز وحبيتوا تستعملوا الاول نايتر كنت تحطوا طبقتين وتنطروهم تينشفوا على الاخر وبصير ترانسفير بروف. هلا انا اصابيعي بعضهم معلمين صراحه من الليبستيك، سو رح استعمل هول الاصبعين. شوفوا يعني نص نص، يعني من هيدا لهيدا. هذا الشيء بيعني انه انا لازم هلا فوت على الويب سايت تبع وان سايز وهلا اطلب السيتنج سبراي تبعهم. هل الحيله زبطت؟ مفروض
المفروض انه تزبط مع الستينج سبراي صح. اخر حيلة لليوم كيف فينا نشيل الميك اب باسرع واسهل طريقة ممكنة. الحيلة بتقول انه لازم نرش على وجهنا مصر الواتر ونمسح. كتير غريبة بس خلينا نجرب. انا حدا كتير بيستعمل مصر الواتر لهالسبب. تشوفوا المصر الواتر تبعي لتر لترلي 850 ملي تقريبا لتر. رح اعمله هو رح حط من هيدا المصر الواتر بقلب مرشة بيرفكت. رح سكرها. هلا صارت عم ترش مصر الواتر. وهون معي منشفة بيضة رح استغني عنها كرمال هالفيديو تنجرب هيدي الحيلة. رح رش مصر الواتر على الوجه وامسح وجهي بهيدي المنشفة تنشوف اذا رح ينشال الميك اب ام لا. ورح حطها هيك على التيب كرمال ما يجي شي على التيب. اوكي في كتير مثل الواتر على وجهي. رح اترككم هيك يتشربوا. اوكي رح امسح جايز. واو. لا انا مش حاطه كتير فاونديشن على فكره. يعني نشيل الميك اب على الاكيد. هل يا ترى نشيل بطريقه مرتبه؟ لا. هل يا ترى بحاجه اني رش هالقد مصر الواتر على وجهي كرمال شيل الميك اب؟ برضه لا. فيني استعمل كميه كثير اقل ما انزع منشفه كثير منيحه صارت للكب واستعمل مصر الواتر بقطنه مثل ما لازم وخلصنا. هول اكيد ما رح يروحوا ويست. حرجع احطهم بقلبها. اكيد اكيد ماني رح اكبهم. وعلى طول انا بحس احسن انه مصر الواتر او حيلا شيء خاصه بالميك اب او السكين كير ما ينشال من الكونتينر الاساسي تبعه. جايز هيدا كان الفيديو. ان شاء الله تكونوا حبيتوه. خبروني اي حيله اكثر شيء حبيته رح بتجربه. واكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. انا بشوفكم قريبا جدا. باي.